أحد أكثر الإرهابيين دموية في منطقة المغرب العربي والساحل، جزائري الجنسية والهوية، إخواني الانتماء، تلقى التدريب في أفغانستان. أما عن الدعم المادي لإرهابه فأوكلت المهمة لقطر، يداه ملطختان بدماء عشرات الأبرياء. أبو عبيدة يوسف العنابي، اسمه الحقيقي مبارك يزيد، الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، خلفا لعبد الملك درود كال الذي قتل في عملية عسكرية نفذتها القوات الفرنسية في شهر يونيو لهذا العام. عاد العنابي من أفغانستان إلى الجزائر، حيث أمضى هناك سنوات عدة في التدريب قبل التحاقه بجيش الإنقاذ عام 1993 الذي كان يمثل الجناح العسكري لجبهة الإنقاذ الإخوانية، كما أسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر عام 2004 التي نفذت عدة عمليات إرهابية راح ضحيتها المدنيون، وكان لعدة سنوات الرقم الثاني في تنظيم القاعدة بمنطقة المغرب والساحل. خطط وشارك في تنفيذ عدة عمليات إرهابية دموية بالجزائر وخارجها، كان الممول الرئيسي لها النظام القطري. أما أكبر وأخطر عملية إرهابية نفذها التنظيم كانت الهجوم على منشأة للغاز جنوب الجزائر. هذه العملية نفذها 32 إرهابيا دخلوا إلى الجزائر عبر الأراضي الليبية ومولتها قطر بعشرة ملايين دولار، احتجز خلالها المنفذون أكثر من 600 شخص قبل أن يتمكن الجيش الجزائري من تحريرهم في عملية قتل خلالها 23 رهينة. العنابي أيضا كان العقل المدبر لمحاولة اغتيال الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2007 بعملية انتحارية استهدفت حشدا شعبيا وسط محافظة باتنا شرق الجزائر، أسفرت عن مقتل 20 شخصا. في 2015 أدرجته وزارة الخارجية الأمريكية على قائمتها السوداء للإرهاب، ووصفته بالإرهابي العالمي المصنف في شكل خاص، وألحقته الأمم المتحدة بذات القرار بعد عام من ذلك.